صباح الخير جميعا، معكم رياض. اليوم الأربعاء السابع من شهر مارس 2012. اليوم راح نقدم لكم الملخص اليومي للعملات الرئيسية، وراح نطلع على بعض الأخبار المهمة بالسوق. بداية خلونا نطلع على جدول البيانات الاقتصادية لليوم. بنلاحظ على الساعة واحدة على توقيت قبرص، على الاقتصاد الأوروبي هناك تغير في البطالة الشهرية للقطاع غير الصناعي، ونتوقع أنه الخبر يكون عفوا هذا الخبر على الاقتصاد الأمريكي وليس للاقتصاد الأوروبي. الخبر سيصدر على الساعة 3:15. الخبر طبعا توقعاته 170,000، القراءة السابقة، والتوقعات 204,000. على الاقتصاد الكندي هناك طلبات البناء، القراءة السابقة 11.1%، والمتوقع بالناقص 3.1%، فنتوقع انخفاض في طلبات البناء على الاقتصاد الكندي. على الساعة 5:30 على الاقتصاد الأمريكي هناك مخزون النفط الأمريكي، طبعا القراءة السابقة 4.2 مليون برميل، والمخزون المتوقع يكون 1 مليون برميل، يعني أقل من القراءة السابقة. إذا أخذنا نظرة عامة على الأسواق اليوم، نلاحظ أنه هناك ترقب أو تراجع قليل بالأسواق، ولا يوجد حركة كبيرة بشكل عام. الأسباب طبعا تخوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهناك أخبار عن أستراليا اللي صدرت الليلة الماضية، الناتج المحلي الإجمالي أتت للقراءة طبعا أسوأ بكثير من التوقعات، فقد تعطي مؤشر أنه الاقتصاد قد يكون في تباطؤ. هناك أيضا بالنسبة للاقتصاد البرازيلي، أيضا هناك أرقام صدرت قد تؤدي إلى تباطؤ بالاقتصاد بشكل عام. بالنسبة للاقتصاد الصيني، أيضا صرح بعض المسؤولين في الصين أنه النمو بالصين للربع الماضي كان تقريبا 7%، هو تقريبا أقل من 7.5% المتوقعة التي أعلنوا عنها امبارح، ولكن بيتوقعوا تحسن في الأشهر المقبلة حتى يوازوا أو يصلوا إلى الهدف المطلوب. هناك طبعا المشكلة الأساسية التي احنا دايما ننظر إليها، اللي هي مشكلة اليونان. هناك بعض التقارير تصدر بالنسبة لهذا الموضوع، تتكلم أنه هناك بعض المقرضين في القطاع الخاص ما زالوا غير متفقين على الاتفاقية الذي أعلنتها اليونان. مثل ما أنتم بتعرفوا، الاتفاقية هي كانت كالتالي، أنه اليونان تعطي لحاملين السندات، تعملهم مثل اتفاقية مبادلة لهي السندات، على أساس أنه يتقبلوا خسائر تصل إلى 52% من قيمة السندات، أو إلى تقريبا 70% من قيمة السندات مع القيمة الحالية للفوائد المفروض أنه يدفعوها. بعض المقرضين طبعا باليونان مثل صناديق التقاعد وصناديق المعاشات ما زالوا غير يعني راضين لهي الاتفاقية. السبب طبعا بالتالي أنه الأشخاص اللي مشتركين بهي الصناديق طبعا راح يكونوا هم المتضررين الأكبر، وبالتالي هم الأشخاص وليست شركات. من ناحية أخرى هناك ما يسمى الـ IIF، اللي هي الـ Institute of International Finance، اللي هي مؤسسة التمويل العالمي أو الدولي. أصدرت قبل بضع أيام تقرير بشأن مخاوف عن اليونان. التقرير كان بيحكي انه في حال لم يستطع اليونان عمل هاي عملية مبادلة السندات، بالتالي سيكلف الاتحاد الاوروبي خسائر كبيرة قد تصل الى تريليونات اليوروهات. وايضا بما يسمى بالدومينو افكت او احجار الدومينو، في حال حصل هناك ديفولت او تخلف لليونان عن السداد، بالتالي ستتبعها دول تانية مثل إسبانيا أو البرتغال أو حتى إيرلندا. طبعا ما زال السوق ينتظر، غدا مفروض إنه يكون القرار النهائي
وأيضا 23 الشهر مفروض تقوم بعملية المبادلة، ولكن غدا في 8 شهر خلينا نشوف شو سيحصل بالنسبة للاتفاقية، إذا كل المقرضين القطاع الخاص راح يوافقوا على الاتفاقية اللي أصدرتها اليونان أو لا. بشكل عام يعني مشكلة اليونان مثل ما دائما نتكلم يعني ستكون اللي الشعرة التي ستقسم ظهر البعير مثل ما بيحكوا إذا وافقوا عليها أو لا. فغدا نتوقع يكون يوم حافل طبعا بالحركة، وبنفس الوقت كمان طبعا الجمعة المقبل عندنا أخبار البطالة الأمريكية أيضا ستكون هناك أخبار مهمة. فأتوقع اليوم يكون يوم هادئ أو هدوء يعني قبل العاصفة، فخلونا نشوف نتابع ماذا سيحصل. نطلع على الوضع التشارت ونشوف العملات كيف تحركت في الأيام المقبلة وما المتوقع أنه يحصل. بنلاحظ طبعا انخفاض اليورو من منطقة 34.80 خلال الشهر الجاري شهر 3، انخفض اليورو أقل شيء إلى نقطة 130.99 أو منطقة 131 هذا طبعا البارحة، ومن ثم عاود وارتفع قليلا. نتوقع طبعا اليورو عنده نقاط مقاومة طفيفة عند مناطق 131.60 اللي هي النقطة أدنى سعر لليوم الذي قبله اللي هو يوم 5 الشهر الذي كسر منه زوج. في حال ارتفع اليورو مقابل الدولار عند هاي النقاط قد تكون نقاط جيدة للبيع، ولكن بدنا ندير بالنا انه ممكن يصعد اعلى قليلا، فطبعا لازم ننتبه وين نحط اوامر الايقاف. في حال صعد الى اعلى قد يصعد الى منطقة 132.40 اللي هي اعلى نقاط نزل منها في اليومين الماضيين او الاسبوع الماضي. من الأسفل طبعا لا يوجد نقاط قوية، النقاط الأولى هي نقطة 131 اللي هو أدنى سعر لمبارح، في حال كسرها طبعا نتوقع انخفاضه إلى أدنى سعر من تاريخ 16/2 اللي هي منطقة 129.74. طبعا هذا على المستوى القصير. على المستوى المتوسط مثل ما أنتم شايفين ارتفع اليورو من بداية شهر 1 تقريبا من مناطق 26 إلى مناطق 134.80 ومن ثم انخفض. ممكن نستعمل مؤشر فيبوناتشي للحركة التصحيحية. نلاحظ أنه النقطة التي تكلمنا عنها 29.60 قريبة من 61% تقريبا، ولكن أتوقع هاي النقاط لا تكون ذات أهمية في حال حصل هناك أخبار مفاجئة غدا بالنسبة لوضع الاقتصاد اليوناني. فلازم طبعا نكون حذرين في حال كان عندنا مراكز اليوم أو بيتناها لغدا، لسبب أنه غدا نتوقع حركة عنيفة جدا في حال لم يوافقوا على مشكلة السندات والقروض اليونانية. فبالتالي نتوقع انخفاض الزوج أكثر إلى الأسفل، قد يصل الزوج مرة أخرى إلى مناطق 126 خلال اليومين المقبلين طبعا في حال كانت الأخبار سلبية بشكل كبير، وأيضا في حال كانت أخبار البطالة الأمريكية إيجابية. بالنسبة إلى العملة الثانية الاسترليني مقابل الدولار، بنلاحظ أنه أيضا مازال على مدى اليومي دائما كان يصعد من مناطق 156.40 تقريبا، وبالعادة كان يصعد إلى مناطق 58.90، آخر مرة صعد إلى 59.90 100 نقطة زيادة، ومن ثم عاود انخفاض مرة أخرى. الزوج حاليا على ما يبدو مفروض أنه يتجه إلى المناطق الدنيا اللي هي 156.40، ولكن مثل ما أنتم ملاحظين هناك تحسن بسيط، قد يكون التحسن طبعا سببه اللي هو انخفاض مباشر وتشبعه بالبيع، فقد تكون هاي حركة تصحيحية. في حال اكملت الحركة التصحيحية هاي نتوقع انه تصل الى اللو او ادنى سعر الذي كسر منه الاسترليني هي منطقة 157.86،
اللي هو أدنى له لأدنى سعر لخمس الشهر، أو ممكن يصعد لمنطقة 57 90 أو 158 اللي هي مناطق اللي مثل ما أنتم شايفين بالعادة كان ينخفض إلها ثم يصعد، فبالتالي قد يكون هناك أوامر بيع ما زالت موجودة على هاي المناطق. ففي حال صعد إلى هاي المنطقة قد تكون نقطة جيدة للبيع، وفي حال أكمل انخفاضه إلى الأسفل إلى مناطق 56 ونص تقريبا قد تكون نقاط جيدة للشراء. حاليا على الأربع ساعات لمؤشر البولينجر باند بنلاحظ أنه الاسترليني مقابل الدولار انخفض، عمل إغلاق تحت البولينجر باند وعمل عدة إغلاقات أعلى البولينجر باند، فبالتالي قد تكون مؤشر أنه سيصعد السوق إلى الأعلى. في حال قررنا استعمال مؤشر ثاني اللي هو CCI أو Commodity Channel Index، في استراتيجية أنا بالعادة بستعملها بين مؤشر البولينجر باند والCCI. في حال حصل هناك إغلاق خارج البولينجر باند وإغلاق داخل البولينجر باند وكان CCI صعد فوق الناقص 100، فبالتالي قد تكون فرصة جيدة للشراء. طبعا أمر الإيقاف ستكون تحت أدنى نقطة منطقة 96 156 94، ممكن نضعها تحتها بخمس ست نقاط، فقد تكون يعني فكرة. في حال قررنا الشراء يكون أهدافنا مثل ما تكلمنا هاي المناطق أو المناطق العليا، مناطق 58 75 كهدف ثاني، أو إذا كنا حابين نكون متأكدين أكثر ممكن ننتظر انخفاضه إلى الأسفل أو صعوده إلى نقاط المقاومة ونقوم بالمتاجرة. طبعا نفس الشيء بالنسبة للإسترليني، بالنسبة لأخبار اليونان يجب نكون حذرين إذا في عندنا مراكز طبعا غدا، لأنه طبعا نتوقع مثل ما تكلمنا حركة قوية ليوم الغد. بالنسبة للدولار مقابل السويسري مثل ما أنتم ملاحظين، بعد الارتفاع الذي حصل من بداية شهر 3 وصل أعلى نقطة إلى تقريبا منطقة 92 ومن ثم انخفض قليلا. الانخفاض طبعا هو حركة تصحيحية بسيطة، وطبعا جني أرباح السبب كالعادة تخوف من مشاكل اليونان. إلى أين ممكن أن يكمل الحركة التصحيحية للأسفل؟ ممكن أن يتوقف عند أعلى نقطة وصلها في 5/3 اللي هي منطقة 91/60، أو في حال يعني كنا حابين نكون متأكدين أكثر ممكن يكون 91.5 اللي هي المناطق العديدة التي حاول كسرها في ذاك اليوم، كسرها قليلا ثم انخفض مرة أخرى، ولكن بشكل عام مثل ما أنتم ملاحظين النقاط الكثيفة أكثر تتراوح عند نقطة 91.5. أيضا لما بلش الارتفاع القوي ابتدأوا بعد ما كسر نقطة 91.5 أو 91.45، فبالتالي نتوقع في حال انخفض الزوج إلى هاي النقطة قد يكون هناك دعم بسيط عند هاي النقطة، ممكن على المدى القصير نقوم بعمليات شراء، أو في حال كسرها ممكن نقوم بعمليات بيع. الهدف طبعا سيكون نقطة 91 اللي هي ابتدأ منها الارتفاع إلى الأعلى. من جهة أخرى من الأعلى نقاط المقاومة بنلاحظ أنه عندنا نقطة الأعلى سعر من تاريخ 17/2 اللي هي منطقة 92. في حال طبعا كسر هاي النقطة نتوقع أنه يكمل الزوج اتجاهه بالترند السعودي وقد يصل إلى مناطق 93 بعد بضع أيام أو على المستوى المتوسط القصير. طبعا في حال كسر نقطة 93 على المدى الطويل طبعا يكمل الدولار مقابل السويسري ارتفاعه إلى الأعلى. ممكن طبعا نستعمل مؤشر فيبوناتشي للحركات التصحيحية، نلاحظ أنه تقريبا كسر نقطة 38% وهو يتراوح عندها حاليا، 50% اللي هي 92.5 فقد نعتبرها نقطة جيدة، 61% اللي هي 93.20 تقريبا وهي أعلى من نقطة 93 اللي تكلمنا عنها ب 20 نقطة، فبالتالي قد تكون تأكيد
في حال كسرها انه على المستوى المتوسط سيكون هذا اتجاه السوق بشكل عام. فطبعا اللي حيعزز هذا الموضوع اللي هي وضع اليونان، في حال كانت الاخبار سلبيه نتوقع ارتفاع زوج الدولار مقابل السويسري بهذا الشكل قد يعود مره اخرى الى اعلى اسعاره او حتى يكسرها على المستوى الطويل. في حال كانت الاخبار ايجابيه ننتظر كسر لهي المناطق، منطقه 91 التي كنا نتكلم عنها، وممكن ان الزوج يكمل انخفاضه الى الاسفل حتى يصل نقاط 89 وربع مره اخرى. طبعا هي في حال كانت اخبار اوروبيه اخبار ايجابيه. فتقريبا مثل ما انتم شايفين الزوج يتراوح بين هاي المناطق، في حال كسر اي منها سيؤدي اما الى ارتفاع الى الاعلى 92.5 اللي هي نقطه فيبوناتشي او 93، ومن الاسفل نقطه 91، بالتالي اذا كسرها قد نجد هناك بعض النقاط على الطريق، ولكن بالتالي قد يؤكد انه الترند الذي حصل بهذا الشكل قد انكسر، وبالتالي سيبتدئ اتجاه منخفض اكثر الى الاسفل. بالنسبة الى الدولار مقابل الين، مثل ما انتم ملاحظين على تشارت اليومي دولار مقابل الين من طبعا بداية شهر 2 وهو يرتفع للشهر الفائت، طبعا حاول عدة مرات الانخفاض الى الاسفل ولكن لم يستطع. حاليا طبعا يقوم الدولار مقابل الين بحركة تصحيحية، اكيد السبب راح يكون الارتفاع الكبير الذي حصل بالين وتشبعه بالشراء، فبالتالي في حال كسر مناطق التمرين قد يعطي مؤشر انه حركة الصعود التي حصلت توقفت وبالتالي سيبدأ انخفاضه الى الاسفل. ولكن من المستبعد او غير المتوقع حاليا انه ينخفض الين، نتوقع انه يعني يهدي حركته قليلا ويتراوح بهاي المنطقة، نتوقع انخفاضه مرة اخرى الى مناطق السبعينات، ولا نتوقع ارتفاع مضطرد كبير والسبب انه ارتفاعه مره واحده، فبالتالي ممكن نفوت على الين على المدى القصير حاليا. في حال صعد الى نقاط ال 81.15 اللي هي اللو اللي كسر منه ممكن نقوم بعمليات بيع. الاهداف طبعا ستكون ادنى اسعار التي صعد منها، عندنا اول نقطه منطقه ال 80 وربع، النقطة التي بعدها اللي هي نقطة 80، والنقطة التي بعدها اللي نقطة 79.80، يعني كل 20 نقطة تقريبا هناك منطقة أو لو أو أدنى سعر قديم على الين بهذا الشكل. فممكن طبعا الأهداف في حال كنا إحنا من بايعين الدولار مقابل الين تكون أهدافنا بهذا الشكل، في حال كسر آخر سعر منطقة 79.84 نتوقع انخفاضه طبعا بشكل اكبر، ممكن يصل الى مناطق التي كسر منها اللي هي 78 وربع. طبعا هي على المدى المتوسط، خلونا مبدئيا نشوف على المدى القصير اي النقاط راح يكسر اللي هي نقاط 80 وربع او 80 او 79 تقريبا. من الاعلى في حال كسر نقاط ال 81.15 تقريبا نتوقع ارتفاعه مره اخرى ليحاول كسر مناطق ال 82 اللي هي اعلى اسعار وصل اليها، ومنلاحظ على مدى الشهري هي اعلى اسعار لشهر 5 وتقريبا شهر 5 هي مناطق ال 81.78 اللي تقريبا وصل الها، والنقطه الثانيه اللي هي 82.20 تقريبا. فبشكل عام في حال كسر هاي النقاط نتوقع ارتفاعه أكثر، قد يصل إلى مناطق ال 85.5 ال 85 أو ال 84.5 في حال كسر مناطق 82، بالتالي سيكمل اتجاهه الصعودي بهذا الشكل يصعد أكثر إلى الأعلى. ولكن مثل ما أنتم شايفين بنلاحظ انحناء قليلا منحنى ال RSI وتداول حاليا تحت متوسط المتحرك، بيعطينا مؤشر انه الين قد يقوم بحركة تصحيحية اكبر من هذا الشكل، فبالتالي يفضل انه نكون احنا عندنا مراكز بيع، وطبعا اوامر الايقاف فوق هاي المناطق،
في حال صعد فوقها بنرجع بنركز على الترند السعودي على المدى الطويل. هذا كل شيء طبعا بالنسبة للتحليل العملات الرئيسية. أتمنى لكم دائما تجارب موفقة وشكرا للمتابعة.